جدا. وخلاص الاتحاد المصري من حوالي نص ساعة بالضبط قبل دلوقتي أعلن عن جدول الدوري الجديد بشكل رسمي من خلال مواعيد المباريات والملاعب المستضيفة لهذه المباريات. وفي الحقيقة كل التحية للمسؤولين في اتحاد الكرة أو للجنة الخماسية بالتحديد، وكل التحية لرئيس لجنة المسابقات، لأن هو من 48 ساعة بالضبط قال يا جماعة احنا عملنا القرعة وكل حاجة، بس خلال يومين بالكثير مستنيين بس الموافقات الأمنية وكلام من ده، هنقول الجدول بمواعيده بالملاعب. فكل التحيه ليهم، لان هم الواضح ان هم ملتزمين بالكلام اللي هم قالوه. في بعض الامور يعني في الحقيقه ما لحقوش ان هم يخلصوها، وفيها عليها بعض الانتقادات شويه، لكن ده الاهم دلوقتي. جدول الدوري، ده الجدول بتاع الدوري بشكل كامل، وده الاسبوع الاول اللي هنتكلم عليه. اول مباراه في بطوله الدوري الجديد هتكون ما بين طلائع الجيش ومقاولين العرب، فين؟ في استاد جهاز الرياضه العسكري، الساعه 3 العصر يوم 21/9 اللي هو يوم السبت القادم. المباراة الثانية هتكون أيضا في نفس الأسبوع ما بين الجونة والإسماعيلي على استاد الجونة، مباراة الجونة في تمام الساعة 5:30، يعني بعد المباراة الأولى ما تنتهي، لكن مواعيد ثابتة طبعا يعني. المباراة الثالثة في نفس اليوم بيراميدز وإنبي، استاد الدفاع الجوي، مباراة بيراميدز في تمام الساعة 8:00 مساء، ده يوم 21. يوم 22 الأسبوع الأول أسوان والمقصة، استاد أسوان الساعة 3 العصر. وبعد كده عندك الإنتاج الحربي مع نادي اف سي مصر على استاد السلام الساعة 5:30. بعد كده وادي دجلة وطنطا، استاد بترو سبورت الساعة 6:30. وبعد كده المقصة وحرس الحدود، استاد الجيش بالسويس الساعة 8. ده تاني يوم في الأسبوع الأول. اليوم الثالث هيكون يوم 23/9، وفي مباريتين فقط، مباراة سموحة والأهلي، ودي مباراة نادي سموحة، فبالتالي هتكون في استاد الجيش ببرج العرب الساعة 5:30. التوقيتات أنا عاجبني أوي موضوع إن الدوري التوقيتات ده، يعني إحنا ما كناش بنبقى عارفين المباراة الساعة كام غير قبلها بكام يوم وكلام من ده، فدي إيجابية كبيرة ولازم نحيي عليها كل المسؤولين في الحقيقة. كمان الزمالك والاتحاد في هذا الأسبوع، الأسبوع الأول على استاد بتروسبورت، وهي مباراة نادي الزمالك في تمام الساعة 8:00 مساء. عايز اروح على الاسبوع الرابع بقى مباشره، هنلاقي توالي المباريات والجدول معمول في الحقيقه بشكل كويس جدا. يهمني الاسبوع الرابع في ايه؟ ان مباراه الاهلي والزمالك هتكون يوم 19/10، فين؟ ركز بقى معايا، فين الماتش؟ في استاد القاهره الدولي الساعه 8:00. يعني اخيرا عوده للاهلي والزمالك، يعني تبقى مباراه النادي الاهلي عوده ليهم على استاد القاهره الدولي، وده شيء مميز. واللي لافت للنظر هنا ان كان يقال دايما ايه، ان استاد القاهره هيبتدي يستضيف المباريات بعد بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه، دي هتكون امتى؟ في شهر 11. المباراه في شهر 10 19/10، يعني قبل البطوله اهو تقريبا اقل من شهر، فده شيء مميز. اذا استاد القاهره اصبح جاهز لاستضافه المباريات، ده الشيء اللي مهم في الاسبوع الرابع. عايز اكمل مع حضراتكم الجدول، عايز اروح للاسبوع الثامن، لان دي برضو امور مهمه قوي وبنحاول ناخد منها استنتاجات غايه في الاهميه. الاسبوع الثامن المباريات مش متحدد مواعيدها، ليه؟ لان هيبقى فيه ارتباطات افريقيه للاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في حاله صعودهما لدور ال16 من البطولتين، سواء بطوله دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه الافريقيه، فبالتالي هم سايبين مسافه. هم فعلا في الخبر اعلنوا عن كده وقالوا ووضحوا، وده شيء برضو كويس جدا. من يوم 2/5 هتكون المباريات دي، لكن الاستادات متحدده، يعني طلائع الجيش والزمالك هيبقى استاد الجيش بالسويس، اهلي وحرس الحدود هيبقى استاد القاهره الدولي، بيراميدز والجونه استاد الدفاع الجوي، انبي والمصري استاد الجيش بالسويس. كويس قوي برضو موضوع التحديد، وان عشان المؤجلات وكلام من ده، عشان الامور تبقى كلها واضحه للجمهور المصري بشكل كامل. نروح بقى للاسبوع الاخير. الاسبوع الاخير ومعاد اخر مباراه في دور الاول. الاسبوع الاخير هيبقى يوم 22/23/24/1/2020 ان شاء الله باذن الله. الاهلي هيلعب طلائع الجيش على استاد القاهره الدولي الساعه 7:30، قبليه في مباراتين، اتحاد واسوان استاد اسكندريه الساعه 5، والمقاولين وبيراميدز استاد المقاولين الساعة 2:30. وبعد كده عندك يوم 23 الانتاج الحربي والمقصة، وتتوالى هذه المباريات. يوم 24 هو آخر يوم وده الأهم في الدور الأول من بطولة الدوري، بالمواعيد، بالساعة كام، بكل الكلام ده، بالملاعب. ده شيء مميز جدا في الحقيقة وشيء جيد، وهيتم تحديد، بالمناسبة هيتم تحديد جدول الدور الثاني بعد تحديد
فرص صعود الانديه المصريه في البطولات الافريقيه المختلفه والبطولات العربيه كمان. بالنسبه عندنا الاتحاد وفريق كمان الاسماعيلي بيلعبوا في البطوله العربيه، فايضا كل هذه الامور هيتم تحديدها قبل ما الدور الاول ينتهي طبقا للخبر اللي قدامنا. يقال او هم قايلين في الخبر برضو ان 5 مؤجلات فقط